السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وتكون كل اموركم طيبه ان شاء الله. النهارده المحاضره الرابعه بقى الفعليه، بدايتها كشرح. احنا كان الفيديو الاولاني كان عباره عن حل هوم وورك في المحاضره اللي فاتت، ده الفيديو ده عباره عن بدايه شرح الحقيقي بتاع ليكشر نمبر 4. احنا هنا النهارده ان شاء الله هنبتدي في شابتر جديد، هو شابتر 22 اللي هو بيتكلم عن الان امبلويمنت البطاله، الانفليشن اللي هو التضخم، واللونج ران جروث اللي هو النمو طويل الاجل. احنا هنلاقي ان المحاضره دي بداية أول حاجة هنتكلم فيها هو عن الـ unemployment البطالة، والـ employment اللي هو فرص العمل أو التوظف. طبعا هنا لما نيجي نتكلم عن الـ employment أو الـ unemployment هنلاقي إن في مصطلحين عكس بعض، في اللي هم الـ employed اللي هم بيشتغلوا العمالة، وفي الـ unemployed اللي هم لا يعملوا. الـ employed اللي هم عمالة، وفي الـ unemployed اللي هم البطالة، تمام؟ العاطلين على العمل، والاثنين مع بعض لما نيجي نجمعهم يطلع لنا ما يطلع عليه الليبر فورس اللي احنا قلنا عليه القوى العامله اللي خدناها في المحاضره اللي قبل اللي فاتت. الاثنين الامبلوي اللي كانت اول محاضره الامبلويمنت بلس الان امبلويمنت يدينا حاجه اسمها ايه؟ الليبر فورس اللي هي القوى العامله، تمام؟ ايه هم الامبلويد؟ الامبلويد دول اللي هم الناس اللي عندهم 16 سنه او اكتر، a person 16 years old or older اللي عندهم 16 سنه او اكتر. Who is working بيشتغلوا as a paid employee بيشتغلوا بياخدوا أجر مدفوع، حد بيدفع لهم أجر for someone else بيشتغل عند حد تاني، تمام؟ يعني زي حالاتي كده، أنا بشتغل عند كل التجارة، بشتغل عند someone else بيدفع لي مرتبي، يبقى as a paid employee، جميل؟ والد حضرتك، لو والدة حضرتك بتشتغل وبتاخد مرتب من جهة يبقى ده يعتبر اسمه employee. يبقى ان امبلويد او اللي هم الامبلويمنت اللي هم عباره عن a person 16 years old or older who is working as a paid employee for someone else، او ممكن يكون ما بيشتغلش عند حد بس يعتبر employed اللي هو مين؟ in his own business، he is working in his own business، عنده 16 سنه واكتر وبيشتغل في شغله، شغل بتاع البيزنس بتاعه، او هذا job بيشتغل but has been temporarily absent ولكنه هو بيشتغل بس هو غايب مؤقتا، يعني مثلا واخد اجازه، مثلا غاب اجازه مرضيه، غاب اجازه مثلا عشان خاطر ان هو مرهق لكنه هيرجع تاني، كل دول يعتبر امبلويد. امال مين بقى الان امبلويد؟ الان امبلويد دول هم برضو اللي عندهم 16 سنه او اكتر، a person 16 years old or older بس مالهم، is not working لا يعمل، but looking for work ولكنه يبحث عن عمل، هو ما بيشتغلش دلوقتي لكنه يبحث عن فرصة عمل، دول يطلع عليهم unemployed، جميل؟ لما نجمع الـ employed plus الـ unemployed يطلع لنا الـ labor force. تعال نشوف دول مع بعض في السلايد اللي جاي. ادي يا شباب أول حاجة هنفرق بينها في المحاضرة بتاعت النهاردة الـ employment versus الـ unemployment، العمالة ضد البطالة. أهو الـ definitions الـ employed أو الـ employment a person who is 16 years old or older هو عنده 16 سنة وأكتر and he is working as a paid employee وبيشتغل بالأجر for someone else عند حد، جميل؟ أو إن هو he is working in his own business هو عنده 16 سنة وأكتر وبيشتغل في البيزنس بتاعه، رجل أعمال عنده محل حلاق، أو حضرتك مثلا في يوم من الأيام أو حضرتك خلصت مثلا الكلية إن شاء الله وبقيت عندك بيزنس بتاعك، مكتب محاسبة، ما بتشتغلش عند حد، انت بتشتغل لحساب نفسك، جميل؟ او عندك شركه بتاعتك فده يعتبر employed، او هذا job بيشتغل عنده عمل وظيفه but has been temporarily absent ولكنه غائب بشكل مؤقت، زي ما قلت لك كده، واخد مثلا ايه اجازه مرضيه، واحده مثلا بتشتغل لكنها واخده اجازه وضع مثلا، عايز طفل بس هترجع تاني، هل دي تعتبر employed؟ اه تعتبر من العماله، جميل؟ الـ unemployed اللي هم أو الـ unemployment البطالة a person الشخص اللي عنده 16 years old 16 سنة or older أو أكتر who is not working مش بيشتغل بس المهم إيه but looking for work أهم حاجة إنه يكون بيبحث عن شغل، جميل؟ الـ labor force عبارة عن مجموع الاتنين دول الـ employed plus الـ unemployed، الـ labor force أهو عبارة عن الـ employed workers plus مين؟ الـ unemployed workers اللي هو the number of people employed plus زائد مين plus مين number of unemployed، لما نجمع الاثنين اللي فوق دول يطلع لك الليبر فورس اللي هم اسمهم القوى العامله.
طيب احنا شفنا في السلايد اللي فاتت يعني ايه الليبر فورس. قلنا الليبر فورس اللي هم عباره عن الامبلويد بلس الان امبلويد، اللي بيشتغلوا اللي هو العماله زائد الايه البطاله الاثنين، تمام. طب في مجموعه من الناس بتعتبر ان هي مش من الليبر فورس، يعني جزء لا يعتبر من اللي هم من الاشخاص اللي عايشين في المجتمع مش بيدخلوا ضمن الليبر فورس، يعني هم ما يعتبروش لا هم بطاله ولا هم عمالة، اللي هم مين يطلق عليهم نوت ان ليبر فورس، اللي هم الاشخاص خارج القوى العاملة، هم لا يعتبروا لا عمالة ولا هم بطالة. مين هم دول تحديدا؟ دول اللي هم a person who is not looking for work، الناس اللي هم لا يبحثوا عن عمل. ليه؟ because he doesn't want a job، هو مش عايز شغل، هو مش عايز يشتغل، or has given up looking، او هو بطل يدور على شغل. بطل يدور على شغل ليه؟ زي مين دول؟ يعني مين الدكتور دول؟ شخص تلاقي عنده 16 سنة أو أكتر، والشخص ده is not looking for work، ما بيبحثش عن شغل، ما بيدورش على شغل. ليه؟ لأنه هو مش عايز يشتغل، he doesn't want a job، مش عايز يشتغل، or has given up looking، أو إن هو بطل يدور على شغل. مين الناس دول؟ زي اللي حضرتك ما يطلق عليه في الاقتصاد في مصطلح أطلقته منظمة العمل الدولية، يطلق على حاجة اسمها العمالة البائسة، العامل البائس. العامل البائس او اللي هو العامل فاقد الثقه. ايه العامل البائس ده؟ اهو اكزامبل، مثال على النوت ان ليبر فورس، الاشخاص خارج القوى العامله، مثال ليهم مين؟ اللي هم ديسكارج وركرز، اللي هم الاشخاص اللي هم بيطلق عليهم العماله البائسه، العامل البائس. ايه الديسكارج وركر دول؟ اللي هم ار ذا ان امبلويد بيرسون، الاشخاص اللي هم لا يعملوا، هو سيرشد فور جوب for a long time، فضلوا يبحثوا عن فرصة عمل لمدة طويلة ولقوا لا، للأسف لا، then they decided to stop searching، وثم قرروا إن هم يتوقفوا عن البحث عن فرصة عمل. ليه؟ لأن هم يأسوا خلاص، هو بقى له فترة طويلة بيدور على شغلانة، تمام. هو بيدور على شغلانة ده يعتبر unemployed، ده يدخل ضمن ال unemployed، بس لما قعد فترة طويلة ويأس وفشل إنه يحصل على فرصة عمل، وصل لمرحلة انه قرر ان هو مش هيدور على شغل تاني، يعني زي ما كده ايه اللي هو رضى بالامر الواقع وخلاص، اصبح ان هو not in labor force. فده يقول لك and they decided to stop searching، once ان هو decided to stop searching اصبح discouraged workers، اللي هم عمالة بائسة. هل دول يعتسبوا من ضمن قوة العمل؟ لا، دول not in labor force. جميل، يعني دول هم يعتبروا لا employed ولا unemployed. جميل، ده اهو ده شخص بيكون في سن العمل القانوني، وصل لسن 16 سنة واكتر، ولكنه لا يبحث بنشاط عن عمل، او لم يجد عملا بعد بطالة طويلة الامد، هو عاطل بقاله فترة طويلة جدا ويرغب انه يشتغل، بس الفرد ده يأس من البحث عن فرصة عمل. يأس ليه؟ قعد يدور كتير يدور كتير، وفي الاخر للاسف الشديد ما لقاش شغلانة، وبالتالي قرر انه ما يدورش على شغل تاني خلاص، اصبح عامل بائس. عشان كده استحق ان هو يطلق عليه تسمية بائس. بائس، يأس خلاص، فقد الثقة انه يلاقي شغلانة. جميل، هل ده يا جماعة يعتبر بيدخل ضمن الليبر فورس؟ لا، he is not in labor force. جميل، طبعا في مصطلح تاني بيطلق على ال population at working age. population at working age اللي هم السكان اللي هم في سن العمل. مين السكان اللي في سن العمل دول؟ اللي هم دول عبارة عن ال number of people in the labor force. ال labor force اللي احنا خدناه في السلايد اللي فاتت، اللي هم عبارة عن مجموع مين؟ عبارة عن مجموع ال employed plus ال unemployed، ال employment plus ال unemployment. جميل، الاثنين دول هم دول ال labor force، دول جزء من ال population at working age، plus زائد مين؟ زائد اللي هم الناس اللي قلنا عليهم ان هم not in labor force، plus the number not in labor force، عدد الناس اللي هم خارج القوى العاملة. يبقى لما نجمع ال people who are not in labor force plus ال people who are in labor force، مجموع الاثنين يطلع لك ايه؟ population، السكان at working age، السكان اللي هم في سن العمل. اهو population at working age عبارة عن ال labor force اللي خدناه في السلايد اللي فات plus not in labor force اللي هم الاشخاص اللي ما بيعتبروش قوة العمل، اللي هم زي الناس اللي هم خلاص بطلوا يدوروا على شغل، زي ال discouraged workers اللي هم العمالة البائسة. جميل، ال labor force اللي هو ال unemployment plus ال employment، وال not in labor force اللي هم زي ما قلنا كده ايه، زي اللي هم الأشخاص اللي هم يعتبروا has not want a job، مش عايزين يشتغلوا خلاص،
or has given up looking او بطلوا ان هم يأسوا زي قلنا العماله البائسه. جميل، الاثنين دول مجموعهم يدينا ال population at working age. جميل، يبقى خلي بالنا لو جالك سؤال لك population at working age هم عباره عن ال labor force only، غلط، دول عباره عن labor force plus ال not in labor force. خلي بالنا، هل ال people اللي هم فوق ال not in labor force جزء من ال labor force؟ لا. هل دول بيدخلوا ضمن احصاءات البطاله؟ لا، دول بيتم اغلب دول العالم بتعتبر الناس اللي هم كانوا بيدوروا على فرصه عمل بقالهم فتره طويله ويأسوا في الحصول على فرصه عمل اللي هم النوت ان ليبر فور، اغلب دول العالم بتحذف دول، ما بتدخلهمش ضمن احصاءات البطاله الرسميه. تمام؟ اوكي. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض الحاجات اللي احنا خدناها. احنا خدنا الانيمبلويمنت وعرفنا الامبلويمنت وعرفنا اللي هم الليبر فورس اللي هو عباره مجموع الانبلويمنت بلس الانبلويمنت، وعرفنا ما يطلق عليه البوبيوليشن ات وركينج ايج. جميل، اللي هم زي ما خدنا في السلايد اللي فات اللي هو عباره عن الليبر فورس بلس النوت ان ليبر فورس. تعالى نشوف مع بعض ازاي نحسب الانبلويمنت ريت اللي هو معدل البطاله، والبارتيسيبيشن ريت اللي هو معدل المساهمه معدل المشاركه. اهو الانبلويمنت ريت نحسبه ازاي حضرتك؟ كل اللي عليك ان انت لو جبت الانبلويمنت اللي هو عدد الوركرز اللي هم يطلق عليهم الانبلويمنت اللي هم البطاله، لو قسمتهم على الليبر فورس اللي هو قوه العمل واضربهم في 100 يطلع لك الانبلويمنت ريت. او الانبلويمنت ريت تتحسب ازاي؟ معدل البطاله عباره عن الانبلويمنت اللي هو اليو عدد البطاله، شوف عدد الناس اللي في بلدنا اللي هم يطلق عليهم البطاله اللي هم 16 سنه واكثر ولا يعملوا وبيبحثوا عن فرصه عمل بس ما عندهمش فرصه عمل في الوقت الحالي، يسموا على الليبر فورس القوى العامله اللي هو اتفقنا مجموع الـ unemployment plus الـ employment times 100 times 100. اهو unemployment over labor force times 100 ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي الـ unemployment rate. اهو الـ ratio نسبة مين؟ الـ unemployed workers to the labor force. لما نقسم الـ unemployed على الـ labor force ونضرب ده في 100 يطلع لك الـ unemployment rate. طب تعالى نشوف كده مع بعض في مصطلح تاني اسمه labor force participation rate اللي هو نسبة مشاركة القوى العاملة. نسبة مشاركة القوى العاملة ده عبارة عن ايه؟ ان انا هجيب الليبر فورس اشوف القوى العاملة عددهم قد ايه بالظبط في بلدنا واقسمهم على ان هم عدد السكان اللي هم at working age، عدد السكان اللي هم سنهم من 16 سنة واكتر واضربهم في 100 بس. يعني اجيب الليبر فورس اقسمه على الـ population at working age واضربهم تايمز 100 يطلع لك حاجة اسمها labor force participation rate. اهو labor force participation rate معدل مشاركة القوى العاملة بيساوي ايه؟ عبارة عن الـ labor force فوق القوى العاملة على الـ population تعداد السكان at working age تعداد السكان اللي هم فوق 16 سنة أو أكتر 16 سنة أو أكتر تايمز 100. اهو is the ratio of labor force اهو نسبة القوى العاملة مالها منسوبة لإيه؟ منسوبة لـ to population 16 years old or older. labor force over population at working age time 100. طب الـ employment participation rate نحسبه ازاي؟ نسبة مشاركة العمالة. أهو ده الـ employment، يبقى نجيب الـ employment نقسمه على مين؟ نقسمه على الـ population at working age ونضربه في كام؟ في 100. أهو ده عبارة عن employment participation rate، هو بادئ بالامبلويمنت يبقى هات لي فول امبلويمنت عدد الناس اللي هم بيعملوا العماله يقسموا على مين؟ يقسموا على البوبيوليشن ات وركينج ايج اللي هو تعداد السكان اللي هم سنهم 16 سنه او اكتر فوق منسوب فاضل مضروب في كام؟ تايمز 100. اوكي؟ تعالى نشوف نطبق على الثلاث حاجات دول مثال عملي. تعالى نشوف مثال عملي في السلايد اللي جايه. تعالى نشوف مثال عملي تطبيقي يسهل لنا الكلام ده. تعالوا نشوف مع بعض مثال عشان يسهل لنا القوانين اللي فاتت. example assuming the following information بافتراض البيانات التالية. ال employed workers العمالة عبارة عن 100,000 اللي هم الناس اللي فوق 16 سنة أو أكتر وحاليا بيعملوا دول عبارة عن 100,000. ال unemployed اللي هم بس لازم عشان نقول unemployed البطالة اللي هم مين؟ ال looking for work لازم يكونوا بيبحثوا عن عمل مالهم عددهم 20,000. جميل؟ لان هما لو ما بيبحثوش عن عمل دول ما يعتبروش unemployed، دول يعتبر اللي هما not labor force. اوكي people who are not labor force. ال population اللي هما تعداد السكان اللي هما 16 سنة واكتر كام؟ 135,000. 135,000 دول لو فاكرين هما عبارة عن مين؟ عبارة عن ال labor force plus
نوت ليبر فورس، يعني دول عباره عن القوى العامله زائد الناس اللي هم مش قوى عامله، اللي هم زي اللي هم العماله البائسه، اللي هم بطلوا كان نفسهم يشتغلوا وبيدوروا على شغلانه لفتره من الزمن وحاليا بطلوا يدوروا على، يأسوا خلاص. جميل. كالكوليت طالب منك تحسب ثلاث حاجات. اول حاجه الليبر فورس. الليبر فورس عباره عن ايه؟ هتساوي، هتكتب كده عباره عن بتساوي الامبلويد بلس الانمبلويد، يعني ده عباره عن الامبلويمنت، الامبلويد بلس الانمبلويد، اوكي، الناس اللي بيشتغلوا زائد الناس اللي هم ما بيشتغلوش بس بيدوروا على فرصه عمل بلس الانمبلويد. جميل. طب الامبلويد بكام؟ عطالي فوق ب100,000، او الرقم الامبلويد ب100,000. جميل. بلس الانمبلويد، الانمبلويد اهو لوكينج فور عباره عن 20,000، بيبقى بلس 20,000. جميل. بيساوي، يساوي كام؟ 100,000 بلس 20,000 ايكوال 120,000، اوكي، عباره عن 120,000. يبقى اول مطلوب الليبر فورس بيساوي كام؟ او الليبر فورس بيساوي 120,000. اهو جبتها منين؟ 100 زائد 20 يطلع لك 120,000، 100 زائد 20 يطلع لك 120,000. جميل. طيب المطلوب الثاني الانمبلويد، الانمبلويمنت ريت، معدل البطاله. لو رجعت للسلايد اللي فات هتلاقي الانمبلويمنت ريت عباره عن، هتحط فوق الانمبلويمنت البطاله، اللوكينج فور ورك لازم يكونوا بيدوروا على فرصه عمل. جميل. انمبلويمنت ثم على الليبر فورس، ال اف ليبر فورس، اوكي، اوعك تقسمهم على people او population at working age، غلط. لو قسمت على ال population at working age انت كده عملت ال unemployment participation rate، دي حاجة تانية خالص. انا بقول لك معدل البطالة، معدل البطالة عبارة عن ال unemployment over، تقسمه على مين؟ تقسمه على ال labor force times 100 times 100، اوكي، عشان يتحول ل rate. ده بيساوي ال unemployment بكام؟ ال unemployment عبارة عن 20,000، يبقى ده عبارة عن 20,000، يبقى يساوي 20,000. 20,000، 20,000 نقسمه على كام؟ على الليبر فورس، الليبر فورس ان هم بكام؟ ب 120,000 اوفر 120,000، 120,000 تضربهم في كام؟ تايمز 100، تضربهم في 100، 20 على 120، ال 20 اللي هم الانمبلويمنت على 120 اللي هم الليبر فورس اللي جبناهم في المطلوب الاول تايمز مضروبين في 100 بيساوي كام؟ هيطلع لك الانمبلويمنت يطلع لك ب 16.7%، اوكي، 16 تايمز 7 16.7%، اوكي، 16.7%، يبقى الانبلويمنت ريت اهو ب 16.7%. طب تعالى شوفوا الليبر فورس بارتيسيبيشن ريت. طبعا كلمه بارتيسيبيشن دي يبقى انا هجيب الليبر فورس وانسبها لمين؟ نقسمها على مين؟ نقسمها على البوبيليشن ات وركينج ايج، التعداد السكان اللي هو في سن 16 سنه واكثر في سن العمل. يعني ده نحسبه ازاي؟ ده عباره عن الليبر فورس ال ال اف الليبر فورس واقسمه على مين؟ اقسمه على البوبيليشن، بوبيليشن ات وركينج ايج، اهو هنكتب كده بوبيليشن ات وركينج ايج، ات وركينج ايج، ات وركينج، ات وركينج ايج، ات وركينج ايج، في سن العمل. جميل. اهو labor force over population at working age، واللي يطلع لك اضربه في كام؟ واللي يطلع لك اضربه في times 100 times 100. ده يساوي، يساوي ايه؟ اهو نمسح عشان بس نوسع المكان لدوت، وطبعا الحلول اوريدي كده كده موجوده في اللي فات، بس انا عشان خاطر كانك موجود معايا في الكليه على السبوره اهو. الليبر فورس احنا جبناه في اول خطوه ب 120,000، في اول مطلوب ده ب 120,000، صح كده؟ 120 مقسوم على ال population at working age، اهو قال لك ال population of 16 years old or older بكام؟ 135,000 على 135,000 على 135,000، اوكي، تايمز، تايمز كام بره؟ تايمز
تايمز 100 المضروب فيه 100 عشان يبقى ايه بريت جميل. يطلع الكلام ده 120 على 135 ألف في 100، يطلع الكلام ده ب 88 وتسعة من عشرة في المية، يطلع 88 لو عندك الكالكوليتر بتاعك هيطلع 88 وتسعة من عشرة في المية 88.9%. أهو ده الـ Labor Force Participation Rate عبارة عن 88.9%. أدي التمرين بتاعنا أهو، أدي يا شباب الحل بتاعنا الـ Labor Force عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ Employment اللي هو عبارة عن 100,000 زائد الـ Unemployment and Looking for Work اللي هم 20,000 يطلع لك 120,000. الثانية الـ Unemployment Rate عبارة عن هجيب الـ Unemployment أقسمها على مين؟ على الـ Labor Force. الـ Unemployment كان عطوهم لي في التمرين بـ 20,000، على الـ Labor Force حسبناهم بـ 120,000 الخطوة الأولى وأضربهم في 100 يطلع 16.7%. الخطوة المطلوب الثالث الـ Labor Force Participation Rate، معدل مساهمة أو مشاركة القوى العاملة، ده عبارة عن إيه؟ أجيب القوى العاملة وأنسبهم لمين؟ أنسبهم لي اللي هم Population at Working Age. الـ Labor Force أو مطلوب 120,000 على الـ Population at Working Age اللي هم 16 years old or older كانوا 135,000، ده given 135,000 وأضربهم في 100 يطلع 88.9% زي ما حسبناها مع بعض. كده خلص الجزء الثاني في المحاضرة الرابعة. تعالى نخش في الجزء الثالث.